هل اسمي مهندس محمد عباس؟ أنا مهندس معماري، بحب الخط المهندسي قوي، وبحس إن العمل التطوعي ده من الحاجات اللي لازم كل المصريين يشارك فيها. بكره السلبية. النهاردة يوم كويس قوي إن بدأت فيه حركة جديدة إن المهندسين يبتدوا يشاركوا. المشاركة مع الوقت لازم تتحسن شوية، ممكن تكون مقبولة، لكن بعد كده هو ما ينفعش إن أنا أختار قائمة كاملة وأنا ما أعرفش إيه اللي فيها، اللي مجرد إن أنا بختارهم دول بيمثلوني. خط المهندسين هي الروح التطوير لمصر. لازم نعرف ان فساد مصر في المعمار وفي الهندسه وفي المرافق وفي الطرق ناتج عن فساد نقابه المهندسين اللي ما كانتش بتادي دورها. تخيلي حضرتك احنا عندنا حوالي 700,000 مهندس موجودين في مصر، يعني رقم كبير جدا، غير المهندسين اللي هم بيمثلونا في الخارج، موجودين في الاحياء، موجودين في المحافظات، موجودين في كل مكان.